بعد الانقلاب والآن موقف هو الحرية والتغيير غاية في الوضوح يعني. والحرية والتغيير موقفة إنها هي مع خلق أوسع جبهة شعبية لهزيمة الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية تتولى عملية قيادة الانتقال خلال المرحلة الانتقالية حتى البلد تصل لانتخابات حرة ونزيهة يختار بها الشعب السوداني من يحكمه. هزيمة الانقلاب ده بيشمل موقف القوى الحرية والتغيير من اتفاق 21 نوفمبر. أنا أعتقد بأنه اتفاق 21 نوفمبر هو كان طعنا للحركة الجماهيرية في ظهرها في أوان صعودة، وإنه هو اتفاق ولد ميتا معزول شعبيا وسياسيا ولا يصلح إنه يكون أساس لأي عملية سياسية تسترجع مسار التحول المدني الديمقراطي يعني. الانقلاب ده أصلاً ساقط يا إخواننا، ساقط ومعزول. و19 ديسمبر كانت يعني كانت الدليل واضح على مدى ضعف هذا الانقلاب وعلى مدى عزلته الشعبية. ونحن نعتقد بأنه التعبئة الجماهيرية الحركة الجماهيرية حتسقط الانقلاب. الحركة الجماهيرية سقطت البشير، الحركة الجماهيرية الآن هي أقوى من الحركة الجماهيرية سقطت البشير. في السياق ده من المهم أنه تستمر الحراك الجماهيري، ونحن بندعو كل جماهير شعبنا في العاصمة وفي الأقاليم لمواصلة الحراك الجماهيري بالطرق المختلفة المجربة والمستحدثة من مواكب واعتصامات وإضرابات وحصيان وغيرها من الطرق المختلفة حتى إسقاط الانقلاب يعني. وأنا ببدأ، إذا كان الانقلاب زاحف فالثورة أكثر زحفاً، ولذلك هذا الانقلاب الزاحف سيقابله شعبنا بثورة ستقضي على زحفه وتعيد الأمور إلى نصابه. ولذلك هذه الثورة لا يمكن هزيمتها، بل هي من تقيم وطن جديد والسودان جديد.